السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد وأزر الدين، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون عن بوكسينج، راح يكون جيمنج. فيديو اليوم راح نستعرض ماوس ديفو الجديد، ليت ون، اللي هو أخف ماوس في العالم. هذا الفيديو مش راح يكون مقارنة أو مراجعة شاملة، يعني مجرد إن نشوف إيش فيه أغراض في الكرتونة، وراح نجرب الماكرو على سوفت وير الماوس في لعبة فورتنايت. بدون ما نطول أكثر، لا تنسوا اللايك، وإذا جديد على القناة يا ريت تشرفنا بالاشتراك. وبس ليتس جو. اوكي شباب، هذا هو شكل الماوس وهو بالعلبة. عن طلع في USB بالغلط زي ما انتم شايفين. هذا هو شكل الماوس. طبعا انا طلبته ابيض المفروض، يعني مش عارف ليش جايني اسود. يا الله والله خفيف. اوكي يا شباب، هذا شكل الماوس لما تشبكه. زي ما انتم شايفين فيه هون ال RGB، وفي RGB جوا، ما بعرف اذا مبين عندكم، وفي برضو على العجل RGB. طبعا الماوس جدا خفيف مقارنة بالماوس القديم اللي عندي. عندي ماوس من ريد دراجون، جدا يعني فرق شاسع. بس خلي هذا على جنب. الماوس خفيف و بس بده تعويض يعني. طبعا هذا الماوس تقريبا اغلب القطع اللي شايفينها فيه بتتغير. من القطعة هاي زي ما انتم شايفين، طبعا بيجي هو معاه قطعة مثلها بس مسكرة، مش مخزقة زي هيك، مسكرة بتقدر تحطها. وبيجي معاه بالكرتونة هذولا اللي هو بتركبوه هون أو هون على جانب الماوس إذا بتحب تسكره. يعني أنا بفضل أخليه هيك مكشف. طبعا في بالعلبة كمان مجموعة أوزان زي ما انتو شايفين، تقدر تشيل أوزان قد ما بدك. زي ما انتم شايفين شلت ثنتين. تشيل أوزان قد ما بدك وبتركبها إذا بدك تثقل الماوس. أنا ما بدي أثقله، خليه على وزنه الطبيعي اللي هو 58 جرام. وبيجي هون كمان كيس، ما بعرف إذا واضح. طبعا هذول القطع اللي تحت هاي الزوايا، كقطع بديلة يعني. وكمان الـ DPI هاي تقدر تشيلها، وبرضه معاها قطع بتقدر تركبهم تنتين بيض واحدة سوداء مع هاي تنتين سوداء. بس هاي الموجود بالصندوق. طبعا ما في كمان المكتيب أو التعليمات اللي معاه، شرح كامل طبعا على الماوس فيه. في كمان كبسة هون زي ما انتو شايفين، ما بعرف اذا مبينة. هاي بتتحكم بسرعة الليزر تبع الماوس، من 125 هرتز ل 500 أو 1000 هرتز. أنت تتحكم تحكم كامل فيه. وغير الدي بي آي طبعا بوصل 16000 DPI، مع 7 سرعات، مع 7 سرعات مختلفة. هاي محتويات العلبة بس. راح نستعرض البرنامج تبع الماوس هلا. طبعا هاي الشاشة الرئيسية لبرنامج الماوس. طبعا هون تقدر تغير أي كبسة من الكبسات تاعون الماوس لأي كبسة أنت بدك إياها. في أكثر من كبسة ممكن تعملها ككبسة ثانية يعني، أو إنك تسويها ماكرو أو للديب أي بزيادة. خيارات كثيرة طبعا. نروح للديب أي. هون في طبعا زي ما قلت لكم 7 سرعات، أنت بتقدر تزود أو تنقص من السرعة زي ما أنتم شايفين. أنت قد ما بدك بتقدر تنقص أو تزود. طبعا بهاي الصفحة بتقدر تغير الإضاءة اللي على الماوس، كيف طريقة العرض تبعها، أو إنك تطفيها بشكل كامل، البرايتنس، سرعة العرض، أو اللون كمان. بالصفحة هاي ممكن تتحكم بحساسية الماوس أو سرعة السكرول أو أشياء ثانية، دبل كليك. طبعا هاي الأشياء ما راح نلعب فيها، راح نروح للماكرو. نيجي للماكرو. طبعا الماكرو انا عملته من قبل، عملت له سيت اب من قبل عشان ما ياخذ معنا وقت من الفيديو. اذا بدكم، اذا حابين اشرح عليه بشكل اكبر ومفصل، ممكن اعمله فيديو لحال. بس هسه زي ما قلت لكم انا اعمله هون، اعملها
الكبسة واحدة ب 20 كبسة. أنا لما أكبس كبسة واحدة أنا راح يعمل هو 20 قدر. ممكن أكثرها أو أقللها زي ما أنتم شايفين، بوصلها ل 65535، بس كثير طبعا، يعني 100 أو 200 ماكسيموم كويس. بس خلينا نجرب الماكرو، ندخل على لعبة فورتنايت ونجرب الماكرو ونشوف كيف الوضع. زي ما انتم شايفين يا اخوان، انا حطيت على الكبسة هاي، حطيتها 200 ايديت يعمل، بس نكبس كبسة راح يبلش يعمل ايديت لحاله، بس انت تتحرك يمين ويسار انك تصير نار بالغلط. هي هذول 200 ايديت، بس كمان مرة كبسة زي ما انتم شايفين. هذا هو الماكرو بس الشباب، هذا هو شرح بسيط بس اختبار يعني الماوس والماكرو عليه. اذا بدكم شرح كامل للماكرو ممكن اعمل في القناة مستقبلا. طبعا ما بنصح بالماكرو، الماكرو ممكن يعمل لك بند على الحساب. انا جربته يعني بس بكرياتيف لحالي يعني. اما اذا بتلعب فيه بالبابليك ممكن يسبب لك بند. اوكي بس شباب، هون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون الماوس عجبكم. صراحة الماوس فاق توقعاتي والله، عجبني. ماوس فعلا يعني جميل ويقارن بالماوسات العالمية يعني. في نهاية الفيديو بحب اشكر علاء، وبحب اشكر موقع كذا سو، وبحب اشكر الدعم الفني اللي واجهتني مشاكل كثير بصراحة وانا بشتري الماوس، بس حلوها بسهولة وكانوا متعاونين جدا. هون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبكم. إذا بدكم ممكن نعمل أشياء أكثر أنبوكسينج بجانب الجيمنج يعني، اكتبوا لي تحت في التعليقات إذا بتحبوا، وراح أحط لكم تحت رابط شراء الماوس إذا بدكم، إذا بحب حد يشتري. بس لا تنسوا اللايك والاشتراك، ومع السلامة. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe